السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. سنة وأنت طيب. وأنت بخير وعافية. إن شاء الله ربنا يديك الصحة ويبارك لنا فيك يا رب. وإياك الله يستر عرضك. فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال. سل. أنا عمري 43 سنة. الله يزيد ويبارك. الله يبارك في عمرك يا رب. وإياك. بس في الصلاة كنت مقصر بنسبة 99%. هذه الصلوات التي فاتتك من بعد البلوغ على الوجه المتيسر لك، يعني أصلي مثلا الظهر ظهرين على الوجه المتيسر لك، لا بأس بأي شيء على الوجه المتيسر لك. جزاك الله خير الله وربنا يبارك يبارك فيك. فيك ويحفظك. الظهر الظهرين مش هتكفي، لأن معناها كده أنك هتجلس كمان تعيش كم سنة ثاني، 15 سنة من 43 يعني تعيش 30 سنة كمان حتى تقضي ما عليك. عجل عجل بسرعة لعل الله أن يستر عليك. طب انا صليت نوافل يا فضيلة الشيخ. لا، أعد الفرائض أولا. صلي النوافل عادي كما تصلي، لكن صلي الفرائض. السلام عليكم.